السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في ورشة من ورش إيمنج أفريقيا بالعربي. إحنا بنرحب بيكم وبنشرف إن إحنا يكون معانا المهندس أحمد حسام الدين. هيشتغل معانا في المقدمة في تصميم الرحلات في رحلات التعلم الاستراتيجية التحفيزية للألعاب. باشمهندس أحمد، دي اللي ما يعرفوش، هو باشمهندس أحمد هو مستشار في الجيميفيكيشن لجامعة ويلز، وهو عضو في مجلس إدارة الجيميفيكيشن الدولية الكونفدرالية، وقدم كتير من الورش الدولية في أكتر من مؤتمرات في ألمانيا وفي إنجلترا وفي جنوب أفريقيا وفي الشرق الأوسط. بيشتغل في منظمات كتيرة قوي في مجال الجيميفيكيشن، وهو أصلا حاليا مدير منصب يشغل حاليا منصب رئيس الجيميفيكيشن في الميدل إيست، ومؤسس جيم باك في يوليو 2017. حصل على المرتبة الثانية في المسابقة الدولية للجيميفيكيشن واللي مقرها في المملكة المتحدة. احنا بنشرف بينا يكون معانا الباشمهندس أحمد. باشمهندس أحمد، حضرتك سامعني؟ دكتور أحمد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور أحمد سامعني؟ أولا أحب أحييكم وأشكركم جدا على الحضور النهاردة. النهاردة هنتكلم عن Gamified Learning Experience، إزاي نقدر نصمم Gamified Learning Experience. هندي introduction بسيط في الوقت اللي معانا إن شاء الله، ويا رب نقدر نلقى بيها أثر طيب. طيب، كم مننا شاف الصورة دي قبل كده، المنظر ده، سواء في اجتماعات أو في مدارس؟ كم واحد شافه؟ السيشن دي انتراكتف، فأنا مستني الناس ترد عليا سواء في الشات أو فويس يعني. طيب، في الصورة دي إحنا بنواجهها كل يوم، وللأسف شركة جالوب للإحصائيات قالت إن 87% من الناس مش engaged في اللي إحنا بنعمله، يعني هما مش مهتمين أو مش المفروض، ما بيعملوش اللي هما المفروض يبقوا قاعدين بيعملوه. الكلام ده بدأ بالذات طبعاً بعد صيحة التكنولوجي في السمارت فونز، ومن ساعتها والناس بدأت يبقى عندها حالة من الملل والرتابة بسهولة جدا مع الشغل أو التعليم أو الحاجات الجادة اللي هما بيخشوا فيها. لكن الحقيقة إنه المنظمة الدولية للتدريب والتعليم ATD كانت بتتكلم على أهم 5 أساسيات للتعليم الفترة اللي جاية، وكان نمرة 3 فيها Gamification and Learning Experience، وده لأنهم شافوا إن الجيميفيكيشن أحد أهم العناصر الموجودة حالياً لتعزيز التعليم وتعزيز فئة الناس الشعور الرتابة والملل اللي موجود. في 2013 HP قدرت إنها تحقق مليار دولار ربح باستخدام الجيميفيكيشن في السيلز. فعشان نوضح انه الجيميفيكيشن ما هوش استخدام موجود بس في الحالة التعليمية، وانما موجود في كتير من القطاعات اللي موجودة في حياتنا زي السيلز والتعليم وحاجات كتير جدا من حياتنا، طالما انها فيها تعزيز وتغيير للبيهيفيرز بتاع الناس، فمنها نقدر نستنتج انه Gamification بيدخل في أي change أو تغيير للسلوك محتاجين ننفذه في حياتنا أو في الديزاين بتاعنا. في نفس السنة أوراكل طلعت قالت إن الـ next business buzzword هي الـ Gamification. طيب، جهات الثلاثة الكبيرة اللي عمالة تتكلم عن الـ Gamification، إيه هي الـ Gamification بقى؟
الجيميفيكيشن التعريف المشهور جدا عند الكثيرين هو استخدام الجيم إليمنتس والجيم ديزاين ثينكينج في عناصر غير الألعاب. التعريف ده على فكرة يعني هو أوائل التعريفات اللي اتحطت لفكر الجيميفيكيشن وبيتطور مع الوقت، وهنقول في آخر السيشن دي إيه هو التعريف اللي إحنا بنشوفه ملائم أكتر للجيميفيكيشن ويعتبر ملائم للتغيرات اللي حصلت في العلم ده لحد دلوقتي. لكن عشان نبتدي بالبيزك، فهو استخدام الجيم إليمنتس والجيم ديزايننج في النون جيم كونتكست. عشان أعمل إيه؟ عشان أنجيج الناس. لو في حد في كلمة ما فهمهاش يا ريت يكتبها لي. عشان أعمل engagement للناس، أو أدي feedback، أو change behavior، motivate action، promote learning، solve problems، user retention، وحاجات تانية كتير. أنا أحمد حسام، الحمد لله في يوليو 2017 تم تصنيفي المركز الثاني على مستوى العالم في Global Gamification Gurus Power 100، والنهاردة إن شاء الله هنبقى في رحلة عشان نتكلم عن الجيميفيكيشن بالتفصيل وإزاي أقدر أستخدمه في التعليم. طيب عشان أبدأ أتكلم عن الجيميفيكيشن لازم هي المشكلة اللي أنا أصلاً كنت بيها كده، فعايز أعرف رأيكم، إيه رأيكم في الراجل اللي ماسك موبايل هنا ومعاه الطفل ده؟ إيه رأيكم في المنظر ده؟ الناس سامعاني؟ طيب تمام، إيه رأيكم في الصورة دي؟ يعني هو ماسك الموبايل وسايب الطفل على المرجحة، والطفل بيبص له شزرا عايز يموته من كتر ما هو سايبه. للأسف ده بقى واقع مرير في حياتنا، فالموضوع مش بيبقى بس في الشغل أو في الحاجات اللي أنا بعملها، ده حتى في تربية الأولاد. أنا ما عنديش وقت إن أنا أبص لهم كفاية لأني مشغول بالموبايل بتاعي، فده بيسموه الانجيجمنت كرايسس. يعني إيه الانجيجمنت كرايسس؟ أزمة الاندماج. أنا مش قادر إن أنا أبقى مركز في أي حاجة أنا بعملها دلوقتي، ولا حتى وأنا قاعد مع الطفل عندي بتاعي أو قاعد جوه الاجتماع بتاعي، مفيش أي حاجة بقدر أركز فيها. الغريب كمان إنه شركة نيلسون الأمريكية طلعت قالت إنه 80% من الناس بتوع شاشة تانية وتفرج تلفزيون. يعني احنا كنا في فترة من الفترات التلفزيون ده بيعتبر بالنسبة لنا حاجة مفروض انها مسلية، ف80% من الناس دلوقتي مش كفاية بالنسبة لها وسيلة التسلية دي، فانا بقعد على شاشة تانية زي الموبايل او اللابتوب، وابقى فاتح فيلم على التلفزيون مثلا وقاعد بتفرج على الموبايل بتاعي. في حد هنا بيعمل كده؟ متهيألي مننا ممكن نلاقي كتير مننا بيعمل الموضوع ده. والغريب انه في نفس الوقت 20% من الناس بتبص على الموبايل بتاعها كل 10 دقايق بدون اي سبب. يعني انا دلوقتي اقدر ابقى من غير ما اسمع نوتيفيكيشن بتاعت فيسبوك او اي حاجة افضل ابص على الموبايل كل شوية بدون سبب واضح، ولا يعني أي سبب معين يخليني أفتح الموبايل، لكن بكتر الإدمان اللي وصلنا له إحنا بنفتح كل 10 دقايق. ومايكروسوفت كمان طلعت ريسيرش بتقول فيه تقدر تاخد قرار هي هتكمل في موقع بعد ما تفتح الموقع الإلكتروني في خلال 10 ثواني. ده معناه ان نتيجه ان اتخاذ القرار بقى سريع جدا جدا نتيجه التكنولوجيا الجديده اللي موجوده، وفي خلال 10 ثواني بس اقدر اقرر انا هكمل في موقع ولا لا. والاول مره في التاريخ الشباب في سن المراهقه اللي هو اصلا كان بيبقى اكتر
سن للشباب عايز يركب العربيات ويسوقها ويعمل كله، مش العربية، لأن العربية بتاخده شوية من الموبايل، بتاخده شوية من حياته الإلكترونية. فهو دلوقتي بقى أقل اهتمام بالسواقة عن مثلا خلينا نقول للثمانينات أو التسعينات. فهل في أي اندستري في العالم قدرت إنها تنجو من الانجيجمنت كرايسيس؟ إيه رأيكم؟ هل في حد يفكر اندستري بمعنى قطاع، يعني قطاع الطب، الهندسة، المواصلات، أي قطاع ممكن تكون تعرفه ممكن يكون ينجو من الـ من الانجيجمنت كرايسيس؟ إيه رأيكم؟ أنا شايف الناس بتقول لأ. هو الحقيقة فيه قطاع واحد بس هو اللي قدر ينجو من الـ engagement crisis، وهو الجيمز. الجيمز هي القطاع الوحيد اللي قدر إن هو يقطع الشوط ده ويخلي الناس engaged ممكن 8-9 ساعات بدون انقطاع قاعد قدام الجيم اللي هو بيلعبها، مش بيبص على السوشيال ميديا او اي حاجه. طبعا في ادمان طبعا، لان هما بيستخدموا تكنيكس كتيره في الجيمز، ولان هي تعتبر الوسيله الترفيهيه الوحيده الانتر اكتف اللي الناس بتعتمد عليها في الترفيه. فالجيمز في 2017 وصلت مبيعاتها في أمريكا فقط ل 94 مليار دولار. يعني إحنا بنتكلم في قطاع كبير جدا، قوي جدا، بقاله قوة شديدة وتأثير شديد جدا على العالم. فالعلماء بدأوا يفكروا، طيب طالما الجيمز بتعمل النتيجة الهائلة دي، ليه أنا ما حاولش أخد العناصر اللي بتقدر تحفز الناس وأبدأ أحطها في عملية هامة جدة ملهاش دعوة بالجيمز، بحيث إن أنا أعمل نفس النتيجة اللي الجيمز بتعملها لكن في القطاعات المختلفة زي التعليم، زي الشغل، زي الصحة وخلافه. ومن هنا بدأت فكرة الجيميفيكيشن. طيب هو ايه الفرق بقى ما بين الجيمز والجيم بيس ليرنينج والجيميفيكيشن؟ التعليم، التعليم باللعب، واللعب العاديه، والجيميفيكيشن. رايكم في الصوره دي عباره عن ايه؟ اللي يعرف لعبه نيد فور سبيد، هي لعبه عربيات شهيره جدا، دي لعبة ملهاش أي سبب أو هدف غير المتعة فقط. بتنزل تركب العربية وتنزل سباقات وخلافه. فأنت هنا ده نوع من أنواع الجيمز المشهورة جدا دوليا. طيب الصوت واضح عند الكل؟ في ناس بتشتكي من الصوت. طيب تمام. طيب النوع الثاني الجيم بيز ليرنينج. ايه الجيم بيز ليرنينج؟ ان انا اقدر العب لعبه واطلع بنتيجه واضحه، تعليميه واضحه، زي اللعبه اللي قدامنا دي. يعني لعبه بسيطه جدا، عباره عن ايه؟ ان انا بجمع الرقمين اللي بيطلعوا لي فوق واخد النتيجه من الثلاث ارقام اللي بيظهروا قدامي وانا راكب المركبه الفضائيه دي أو الطيارة دي، وبحاول إن أنا أختار المجموع بتاعه. ده جيم بيز ليرنينج. طب عرفت منين إن هو جيم بيز ليرنينج؟ لأن هي الجهاز ده أو أي جهاز تاني أو أي طفل جه يلعبها، هو هيلعب ويطلع بالنتيجة وخلاص، على كده مهمتها خلصت، ما هياش جزء من منظومة أو حاجة أكبر منها.
تعالوا نبص على المنظر اللي قدامنا ده. ده منظر برضو لشكل سباق عربيات، لكن شكله مختلف شوية. هنا دي شركة وحط الموظفين بتوعها، عدد النوليدج بتاعهم أو العلم اللي عندهم قد إيه، قوته قد إيه، بتعمل منافسة ما بين الموظفين بناء على البرفورمانس بتاعهم، تحط نتيجة المنافسة دي على شكل عربيات. فاللي يعرف الليدر بورد أو اللي هي يعني قائمة المتميزين، هي معمولة هنا على شكل عربيات، وليك البوينتنج سيستم فوق بتاعك والبروفايل بتاعك. ده شكل الجيميفيكيشن. طب ده يفرق ايه عن السلايد اللي فاتت؟ ده يفرق ايه عندي؟ هنا انا بلعب عشان اجاوب والموضوع خلص على كده. لكن هنا انا عندي القصص الاصلية او العملية الاصلية، هي ان انا بشتغل وبحط لير للألعاب فوق الشغل ده. يعني الشغل لسه بيحصل زي ما هو بالظبط، لكن أنا بحط لير للألعاب فوق اللير بتاع الشغل. المنافسة عنصر من عناصر الجيميفيكيشن، لكن هي مش شرط إنها، عشان ده خطأ شائع يعني موجود، مش لازم إن أنا أعمل جيميفيكيشن بالمنافسة. أنا ممكن أعمل جيميفيكيشن 100% بدون نقطة منافسة واحدة، بتعاون أو كده. لفظ التنافسية هو اللي سائد شوية. هنا في المثال اللي احنا عندنا ده، هو في منافسة طبعا ما بينهم عشان دول موظفين شركة وفي منافسة ما بينهم، لكن في تصميمات كتيرة ممكن تتعمل بدون منافسة. تعالوا نشوف على الرسم اللي قدامنا دي ايه الفرق ما بين الجيميفيكيشن والسيريز جيمز، اللي منها الجيم بيز ليرنينج وبلايفول ديزاينز والجيمز. لو انا هقول ان انا عندي غرض من التصميم، واللعبة دي لعبة لوحدها بدون ما تخش في أي بروسس تانية، بدون ما تخش في أي عملية تانية، فدي كده السيريز جيم أو اللي بيتفرع منها الجيم بيز ليرن. لعبة جد بلعبها في أي وقت أنا عايز ألعبه، بهدف إن أنا أتعلم مثلا، فهنا دي سيريز جيم. لو هي بيربس لكن ما هياش لعبة كاملة، يعني أنا ما أقدرش أقفلها كده وأروح بيها مكان تاني ألعبها في حتة تانية، لا، هي مرتبطة ببروسس معينة زي ما شفنا كده في موظفين الشركة، هو ما يقدرش ياخد اللعبة دي ويروح يلعب بيها في حتة تانية برا الشركة، لا، هي بتاعة الشركة في الانفايرمنت بتاع الشركة نفسه. فده الجيميفيكيشن. لو أنا بلعب لعبة وهدفها مش هادف يعني للانترتينمنت بس، فده المقصود بالجيمز، زي لعبة نيد فور سبيد اللي شفناها في الأول. ولو هي مش لعبة كاملة وهدفها الفن، فده playful design اللي هو زي الactivities، أي activity كده، زي ما أكون أنا حاطط باسكت قدامي وبرمي فيه الكورة بدون أي سبب، بدون أي هدف معين، بس للمتعة كده. هل في أي أسئلة لحد دلوقتي في الفرق ما بين الجيميفيكيشن والجيم بيز ليرنينج والجيمز؟ لو في حد عاوز يسأل سؤال ممكن بعد إذن البشمهندس أحمد يكتب رقم واحد وأنا أفتح المايك. دقيقة واحدة، ياسمين معانا. عشان نعرف إيه الجيميفيكيشن هنتفرج كده شوية. أحمد، نعرف أول ما بدأ الجيميفيكيشن بدأ إزاي. الجيميفيكيشن لما كفكرة لما بدأت بحاجة اسمها الفان ثيوري. دي مبادرة اتعملت من شركة فولكس فاجن في 2008 تقريبا، قبل ما الجيميفيكيشن يتعرف ويبقى له الصيت اللي موجود دلوقتي. فتعالوا نشوف كانت هي عاملة
كتيرة تتعمل باستخدام الفض تقدر تعالج مشكلة معينة. وده الأورد وينر أو الفايز في المسابقة دي. تعالوا نشوف الفيديو ده هو عمل إيه ونبدأ نحلل على اللي هو عمله ده. Hi, I'm Kevin Richardson. I'm the winner of Volkswagen's Fun Theory Award. My idea was the speed camera lottery. Could we get people to obey the speed limit through fun? I really believe that fun can change human behavior for the better. And I was really thrilled to see that my idea, which started as a scribble submitted into this competition, might even become reality. Speed camera lottery. The speed camera lottery would do two things. One, it would photograph speeders and give them a citation, and that money goes in a pot. But if you're obeying the law, your picture will also get snapped. You'll be entered into a lottery and win some of that money from those speeders. Jag kör alltid lagligt, men det är tveksamt om man vinner. طيب عايز اعرف رايكم ايه ايه رايكم في الفيديو اللي شفناه دلوقتي؟ الناس لما نسال ممكن تعمل انلوك للميوت وتتكلم عادي، الو كده سامعني؟ اه تمام تمام كده سامعينك. طيب هو الحقيقة عمل حاجات رئيسية في الفكرة بتاعته. النتيجة بتاعت التجربة دي نزلت العربيات سرعتها من 32 ميل في الساعة ل 25 ميل في الساعة. طيب هو عمل ايه؟ غير السلوك الافراد. ايوه صحيح، ما احنا عايزين نعرف الطريقه اللي هو اتبعها عشان نبدا نحلل ازاي الجيميفيكيشن بيتم تصميمه. هو حط كاميرا بتلقط الناس اللي سايقه سريع. لو انت سايق فوق الليميت ده بيطلع لك علامه ايد حمراء كده وثامس داون بيسموها، عشان تقول لك ان انت ماشي غلط، يعني الطريقه اللي انت ماشي بيها دي ماشي غلط. طيب لو انت ماشي صح هيطلع لك الثامز اب، علامه زي اللايك بتاعه الفيسبوك، وان انت السرعه بتاعتك كويسه، ولون السرعه بتاعتك يبقى اخضر. وبعدين كل اللي ماشيين صح يدخلوا في سحب على الغرامات اللي اتدفعت من اللي ماشيين غلط، وتقدر تخش مسابقة سحب الفلوس دي. مش الدولة هي اللي بتاخدها، لا الأفراد هم اللي أخدوها. طيب هو اعتمد في الأساس على الفيدباك، إن هو يدي للناس فيدباك
بالإشارة الخضراء إن أنت ماشي كويس، والإشارة الحمراء إن أنت ماشي بسرعة أكتر من اللي مسموح بيها. فكرة كانت بسيطة جدا، لكن قدر إن هو يغير بيها سلوك الناس، وإن هو يخفض سرعة العربيات من 32 ميل في الساعة ل 25 ميل في الساعة. طيب، لكن إحنا بما إننا بنتكلم على الفان ثيوري، هو يعني إيه فان بقى؟ أنا ما ترجمتهاش لحد دلوقتي عشان مستني أسمع إيه رأيكم. يعني إيه كلمة فن؟ طبعاً مش قصدي ترجمة لغوية، لكن في حياتنا ماشي حلو، يعني إيه ممتع برضو؟ إيه هو ما يصنف بأنه حاجة ممتعة؟ يعني الأفراد لما تيجي تعمل عمل معين وتقول إن العمل ده ممتع، طيب تؤدي المهام بوجود حب واستمتاع، راحة نفسية في الأداء، الكلام جميل جدا، حاجة بتقضي فيها وقت دون أن تمل، ماشي، حب عمل الشيء. الحقيقة أن في دكتور جون رادوف كان كاتب كتاب في الموضوع ده، وكان محدد 42 حاجة تعني كلمة فن بالنسبة للناس. 42 خاصية بالنسبة للناس، لما تلاقي ان انت عندك الفن بيمثل حاجة منهم ان انت تترقى في شغلك، ده بالنسبة لبعض الناس يعتبر فن، منهم ان انت تقدر تماستر سكيل، يعني تتعلم حاجة لحد ما توصل ان انت تبقى ماستر فيها، ده بالنسبة لك فن. في ناس بتبقى الفن بتاعها انها تقعد تجمع حاجات معينة، زي مثلا تجمع اللي هي الماجنتس اللي احنا لما بنسافر نشتريها، ويقعدوا يجمعوها ويوري الناس هو سافر لأماكن قد ايه. ففي طرق كتيرة جدا لمعنى كلمة فن، وبالتالي مفهوم الفن اللي احنا بنبصله على منظور ضيق ممكن يكون مش هو المنظور الأنسب لغيري. يعني أنا لما أفكر في حاجة أنا بالنسبة لي دي حاجة تعتبر مسلية أو ممتعة، مش شرط تكون هي بالنسبة لغيري ممتعة. طبعاً هي بتختلف باختلاف حاجة الأفراد واختلاف شخصياتهم وميولهم، وهو بناء على إيه بيبقى مبسوط وإيه اللي بيحسسه بمتعة. إحنا طبعاً مش هنخش فيهم بالتفصيل، لكن كنت عايز أعرض لكم بس إنه مفهوم الفن كبير جدا لدرجة ان هم 42 ايتم. يعني طيب، بما اننا عرفنا مفهوم الفن وشفنا بداية الجيميفيكيشن، تعالوا نشوف الشركات الكبيرة اللي زي شركة IBM ازاي بيبدأوا يفكروا في الجيميفيكيشن عندهم، ويبدأوا يفكروا يستخدموه جوه شركاتهم والأداء للموظفين أو في التعليم بتاعهم. Hi, my name is Sandy Carter. I'm Vice President for IBM Social Business, and welcome to our Social Business Coffee Break. Today, the subject I wanted to address is gaming or gamification. Now, don't turn it off, because gaming is part of a social business strategy. First, let me give you a couple of factors. The average age of a gamer today is 35. It's not your daughter or your son, it's probably one of your employees you're coming to something. So it helps you to absorb, and that's because you're not a spectator, you are a participant in what's happening. For our newest generation, gaming is really important because it doesn't have an authority figure teaching you, it has peers teaching you, and it has an overall set of teachable moments. You do things in groups as you go through and learn a particular concept or participate in a particular activity.
Now, I believe that gaming is going to be the next core thing that's going to be essential for a social business. And why do I say that? Because it is an engagement tactic, and one that... multiple age groups and experiences. And you could be doing gaming and not even know that you're doing gaming. For instance, how many of you today leverage Groupon? Well, Groupon, as you go through discounts, that's all gaming. You've got, you're competing to get to a certain time clock limit. You have others that you're trying to solicit, so you all get discount coupons. It's overall gaming techniques. If you think about some of the applications that are out there today on your mobile device, there are lots of different ways to teach you how to save money from banks out there. That's a game. So there's lots of different ways to use and leverage gaming. So what's my advice? Well, first of all, figure out and look at all the references that are out there today. Almost all of the Fortune 500 companies today leverage gaming in some way. At IBM, we use it to onboard our employees. Demand generation is being used in most of the areas today that I know of, retail, banking. طيب هلخص سريعا اللي هي قالته. اولا من اهم الحاجات اللي قالتها كانت فكره الافريج يوزر بتاع الجيميفيكيشن 35 سنه. يعني لازم تبقى متخيل ان دي مش حاجه لاستخدامها للاطفال فقط زي ما بعض الاخطاء الشائعه بتقول، لكن انت تقدر تستخدمها على شباب متخرج من الجامعة وفي سن الشركات التعليم الكبار. فده من أهم ما ذكرته. طبعا في إحصائيات كتيرة مش هدخل فيها كلها بالتفصيل، بس عايز أسمع تعليقاتكم، إيه رأيكم في اللي اتقال، ولو حد عنده ملاحظة نتكلم فيها. يعني شكرا لحضرتك يا باشمهندس. لو في حد يا جماعه عاوز يتكلم ممكن بس يكتب رقم واحد ونفتح له الصوت المره دي. منتظر. كل الناس سامعاني؟ هي الاحصائيات كانت في الفيديو. احنا سامعينك. مفيش حد. طب تمام. لو في حد عاوز يتكلم ممكن يكتب رقم واحد ونفتح له المايك على طول. طيب خلينا نكمل. نكمل بقى ان شاء الله. طبعا ممكن للشخص جدا ان هو احنا حياتنا كلها فيها جيميفيكيشن واحنا مش واخدين بالنا. مليانه الحقيقه، واهم الجيميفيكيشن اللي احنا بنتعرض له هو الفيسبوك. يعني الفيسبوك جيميفايد، وجيميفايد بطريقه احترافيه جدا بحيث انك ما تحسش بالجيميفيكيشن بتاعه. لكن انت لو فكرت في الفيسبوك كل حاجه حواليك هي جيميفايد، من اول اللايكس للشيرز. ده بوينتنج سيستم. اللايكس دي عباره عن بوينتنج سيستم، محطوط كام واحد معجب باللي انت باللي انت كتبته او اللي انت عملت له شير. فده جيميفيكيشن. فالسوشيال ميديا كلها جيميفيكيشن، وهنتكلم عنها بالتفصيل كمان شويه. اغلب الابلكيشنز اللي انت بتنزلها اليومين دول فيها جيميفيكيشن بطريقه او باخرى عشان تدخل تاني. التعليم دلوقتي بره، كل المدارس او الجامعات بره بتستخدم على الاقل حاجه بسيطه زي كهوت عشان يقدر يعمل انجيجمنت للناس. ففي جيميفيكيشن برضو. فمن غير ما تحس انت بتخش في جيميفيكيشن كتير فعلا وانت مش واخد بالك. طيب شفنا اي بي ام قالت ايه على الجيميفيكيشن. تعالوا نتكلم ازاي شركه زي شركه مايكروسوفت بتستخدم الجيميفيكيشن عندها. ف
كان في ساعه استخدام الويندوز 7 كانوا عايزين يعملوا له ترجمه للغه الصيني تقريبا. في الفتره دي مايكروسوفت عملت جيميفيكيشن سيستم للموظفين من جوه، انه اللي هيخش ويترجم البوكسز او التكست بتاعهم او يكتشف اخطاء جوه التكست ده هيبقى فيه بوينتنج سيستم ومنافسه ما بين الناس. فعملوا جيميفيكيشن سيستم للترجمه بتاعت ويندوز 7 للغه الصين. النتيجه ان في 4500 واحد دخل شارك، في اكتر من 500 الف دايالوج بوكس تم التشيكينج عليهم، 6700 باجز ريبورتد، و هاندردز اوف سيجنيفيكانت فيكسز. فده حاجه من اللي احنا بنستخدمها عشان تنفذ استخدمت جيميفيكيشن في تحسين الكواليتي بتاعتها. لو احنا بنتكلم بقى على الحياه اليوميه اللي احنا بنتكلم بنعيشها، ازاي السوشيال ميديا بتستخدم الجيميفيكيشن زي ما كنا بنتكلم من شويه على فيسبوك. بس تعالوا ناخد اكزامبل تاني اكثر جديه كمان عن الفيسبوك، وهو اللينكدين. انا عايز اسيب الناس يعني دقيقتين ثلاثة كده تفكر شوية ايه الجيميفيكيشن اللي ممكن يكون موجود في لينكد ان واحنا بنتعامل بيه ومش واخدين بالنا. فممكن بس كده نفكر سريعا، واللي عنده فكرة يكتبها لنا يعرضها لنا. ايه الجيميفيكيشن اللي ممكن يكون موجود في لينكد ان؟ حد عنده فكرة؟ لينكدين مليان جيميفيكيشن فوق ما نتخيل. يعني في أكتر من 40 ميكانيك موجود لينكدين نقدر نعتبرهم جيميفيكيشن ميكانيكس. البحث عن الأشخاص ما يعتبرش ميكانيك، هو فيتشر موجودة في لينكدين. أنا بدور على الشخص بتخصصه، فدي فيتشر فيها، لكن مش حاجة بتعمل لي انجيجمنت بطريقة معينة، فلا ما أقدرش أعتبر دي جيميفيكيشن ميكانيك. أيوه بالظبط، ترتيب الأشخاص والأفراد ما بينهم وما بين بعض، الرانكينج ده يعتبر جيميفيكيشن. في خاصية ان انت تشوف انت مركز الكام بالنسبة للأفراد في نفس المجال، فده يعتبر جيميفيكيشن ليدر بورد. مالها الترقية؟ يعني ايه بالظبط في الترقية؟ ان انا اعلن ان انا ترقيت مثلا؟ هي الترقية دي بتحصل في الشغل، فهو انت لما بتعلن الترقية بيخلي لك الناس تخش تسقف او تقول لك مبروك او كده. الترقية في الرتب، طبعا ده جيميفيكيشن. طبعا ده جيميفيكيشن، ترتيبك على العالم يعتبر جيميفيكيشن. ايوه، في زي بروجرس بار كده، صح، كلنا بيبقى على شكل دايره كده، انت خلصت قد ايه من البروفايل بتاعك، فكل ما بكمل في البروفايل بتاعي كل ما الدايره دي بتكمل اكتر، وبيبقى فيدباك ليا بنسميها بروجرس بار. بيبقى فيدباك ليا انه انا قربت اخلص البروفايل بتاعي، فده جيميفيكيشن. طيب تعالوا كده اعرض لكم شويه جيم اليمنتس من الموجوده في لينكد ان وممكن نكون مش واخدين بالنا منها. فكره البروجرس بار اهي، واللي هي دلوقتي اتعملت على شكل دايره. الاندورسمنت، حد عارف الاندورسمنت؟ الاندورسمنت اللي هي كام واحد بيقول ان انت كويس في حاجه معينه.
ده pointing system بسيط جدا. ايوه التسكية بالظبط. كم واحد انت كويس في سكيل معينة، اونلاين ادفرتايزنج، سوشيال نتوركينج، كل دي ممكن تبقى سكيلز عندك ببساطة، لكن الناس داخلة تحط ان انت فعلا كويس فيها، فانت بتجمع بوينتس عشان تشو ان انت احسن في المهارة دي. البروفايل سترينث، وكم واحد دخل شاف البروفايل بتاعك، والرانك بتاع البروفايل بتاعك، كلها احصائيات ليها علاقة بالبروفايل بتاعك، لكن هي كلها جيميفيكيشن في الحقيقة. كم واحد زار البروفايل بتاعك برضو pointing system، والرانك بتاع البروفايل بتاعك في الفيوز طلع او نزل، رتبته طلعت او نزلت، ده برضو من الجيميفيكيشن، ولسه كنا قايلينه من شوية. في حاجات دي من البروفايل بتاعي انا بس قديمة شوية. لو انت شغال في شركة مالتي ناشونال هيقول لك كام واحد من شركتك المالتي ناشونال دي مشابه ليك او في تشابه بينك وبينه، والبروفايل بتاعك الرانك كام في جوه الشركة المالتي ناشونال دي. فانا في فترة من الفترات كنت شغال في شركة اتش بي، بيقول لي كام او زينة انت البروفايل بتاعك الكام على مستوى الشركة دوليا. فانا مثلا هنا الكومباني بيقول لي اول 10 موجودين في الشركة بتاعتي ميج ويتمن اللي هي كانت رئيسة الشركة وقتها، وانا في الرانك بتاعي مكتوبة فوق اهي في التوب 3% بروفايل فيوز في شركة اتش بي، واللي هي بقى بقول لاصحابك كل سنه وانت طيب والكلام ده كله. من ضمن الاشياء برضو ازاي تعمل ريكوجنيشن للموظفين بتوعك وللمتعلمين بتوعك. ده شكل ريكوجنيشن جيم كنا عاملينها في شركه اتش بي. كل ما حد بيحقق حاجة معينة بياخد بادج، يعني بادج مين أكتر واحد بيشارك، بادج مين أكتر واحد اشتغل في تيم وورك، مين أكتر واحد كان إنوفيشن. فشكل البادجات دي بتبقى على زي ريكوجنيشن وول لكل فرد من الأفراد، وانت بتجمع بقى كام بادج ليك، 5 10 15 20، انت أخدت قدرت توصل لكام بادج طول السنة. وطبعا البادجات دي بتقدر ان انت تتكلم فيها مع المدير بتاعك او المدرب بتاعك ان انت اخدت البادجات دي فتتحط لك في السي في بتاعك. يعني ده الشكل الاحدث منه شوية. لما بنيجي نتكلم على الجيميفيكيشن بنتكلم دايما على الناريتيف ديزاين، يعني دي بعض الابليكيشنز اللي احنا استعملناها قبل كده وبتستخدم الجيميفيكيشن. انا حطيت شويه سكرين شوتس عشان اوريكم ازاي الناريشن بيحصل جوه الجيميفيكيشن. فمثلا اللي فوق خالص على اليمين هتلاقي ان ده جيميفيكيشن معمول على فكره الفارم فيل او اي لعبه فيها سيتي بيلدينج، الحروب اللي موجوده على الموبايل. انت كل ما بتتعلم حاجه جديده بتاخد بوينتس، وبعد البوينتس تبني بيها مباني، واول ما تبني المباني دي تقدر تكون جيش وتحارب صحابك الموجودين على البلاتفورم ده. فانت عمال الطريقه اللي انت بتاخد بيها البوينتس عشان تبني المباني دي هي ان انت تتعلم حاجه جديده او تعمل حاجه في شغلك او فانت كده بتطور من نفسك، وفي نفس الوقت بتبني المدينه دي وتبقى انجيجد وتبقى بتلعب مع صحابك اللي حواليك. والمنافسه هنا عن طريق كم البوينتس اللي انت اخدتها من مذاكرتك او من خلال البرفورمانس بتاعك. فدي احد الامثله.
سريعا. في بقى ان انت تعملها بركبي كوره، في اشكال كتيره من الثيم. تحط قصه او مش قصه، يعني هي ثيم شكل القصه، وتبدا تبني التصميم بتاعك على اساسه، انه البوينتنج سيستم اللي انت بتاخده جوه اللعبه يبقى بيأثر ويتفاعل مع القصه دي. من هنا تبقى انت عمال تتعلم حاجه جديده، مثلا بما اننا هنا بنتكلم على التعليم، تتعلم حاجه جديده وتقدر تضيفها في التصميم بتاعك، انه هي دي النواه الرئيسيه اللي انت بتقدر تاخد بيها البوينتس وتقدر تنافس بيها ما بينك وما بين. Gamification in psychology. الحقيقة إنه في ناس كتيرة بتفتكر إن Gamification عملية بسيطة، وده خطأ شاسع جدا، شائع جدا. Gamification 75% منه psychology أو علم نفس، و 25% بس معتمد على التكنولوجي. التكنولوجي هنا مش مقصود بيها إن هي تبقى موبايل أو virtual reality أو كده، لا، حتى لو أنت مش ناوي تستخدم تكنولوجي خالص فده بيسموه 0% تكنولوجي، لكن الجيميفيكيشن معتمد بشكل رئيسي على علم النفس. وفي نظريات كتيرة جدا في الجيميفيكيشن متاخدة أساسا من علم النفس، هنتكلم على حاجات بسيطة منها النهاردة، وأديلكوا شوية resources إن شاء الله للي حابب يتعمق في الموضوع أكتر يعني. فخمسة وسبعين في المية psychology، 25% technology. أي أسئلة لحد دلوقتي لحد ما وصلنا هنا؟ تمام. الفلو ثيوري. الفلو هي احد السايكولوجي اللي بنستخدمه جوه الجيميفيكيشن، وهي معناها الموازنه ما بين الموازنه ما بين صعوبه التصميم او المهام اللي بتتاخد جوه التصميم، و السكيل او قدره المتعلم على انه ينفذه. فلو بصينا على الرسم اللي قدامنا ده هنلاقي بالعرض فيه سهولتها، سهوله التنفيذ، و راسيا الفراستريشن او تو هارد اللي هو صعوبة التنفيذ والوصول لمرحلة الانزعاج يعني. الفلو بيمشي ما بين الخطين دول، ان انا كل ما السكيل بتاعتي زادت كل ما زادت الصعوبة تدريجيا. وعشان كده في الألعاب هتلاقي ان دايما اللعبة تبتدي سهلة قوي، وبعدين بدأت اللعبة تبقى أصعب وأصعب وأصعب تدريجيا، لحد ما وصلنا لمرحلة بتاعت إنه أصعب حاجة خالص وبعدين خلصت اللعبة، فده معناه إن أنا السكيل بتاعتي بقت أقوى حاجة في اللعبة. كذلك في الجيميفيكيشن بنحاول ننفذ الموضوع بنفس الفكرة. أول مهمة لازم تبقى مهمة سهلة وبسيطة جدا عشان ما يحسش بإن الموضوع بدايته صعبة بالنسبة للمتعلم، وبعدين تدريجيا ببدا ازود الصعوبه، ازود الصعوبه مع مرور الوقت، وانا بتاكد ان المهاره بتعلى اقدر ان انا اعلي الانجيجمنت بتاعت الشخص ده. من ضمن النظريات المهمه جدا في علم النفس للجيميفيكيشن هي السيلف ديترمينيشن ثيوري.
أنا شايف في ناس عندها مشكلة في الصورة، مش متأكد هل في ناس، في حد تاني عنده مشكلة في الصورة؟ أظن إن المشكلة موجودة شخصية عند الدكتورة إيناس، دكتور أحمد. تمام. طيب السيلف ديترمينيشن ثيوري من أهم النظريات اللي بنستخدمها للجيميفيكيشن. لما بنيجي نتكلم على الانترنسيك موتيفيشن أو التحفيز الداخلي للأفراد، فدي أهم نظرية بتتكلم إزاي تبني تحفيز داخلي للفرد. فأول حاجة فيها الكومبيتنس، أو إن أنت تبقى قادر إن أنت تنفذ وتنافس في الموضوع ده، قدرتك وقوتك جوه الموضوع. فلو أنا في مجال التعليم، فأنا قدرتي على إن أنا أتعلم وأوصل لمهارة لليفل معين، لمستوى معين، وتطويري فيه، هو ده اللي مقصود بيه في الكومبيتنس. طيب الأوتونومي، حرية طريقة التفاعل وطريقة التعلم وخلافه، إن أنا أدي المتعلم بتاعي الحرية إن هو اللي يقول هيتعلم إزاي، إن هو اللي يقول هيعمل الواجب بتاعه أو الأسايمنت بتاعه إزاي، يبقى فيه حرية في التحرك شوية، بنسميها lose control by design. كن قاصد إن أنت ما تبقاش متحكم في المتعلم، لا ادي له حريته، ادي له حرية الحركة. وده بيعلي جدا من الـ determination بتاعه إن هو يقدر ينفذ أكتر ويبقى عايز ينفذ أكتر. relatedness، علاقاتي مع الأفراد، وإن أنا أبقى جوه مجموعة أنا حاسس إن أنا واحد منهم، وبالتالي فكرة الكومبيتيشن حتى مش دايما بتبقى هي أعلى طريقة تحفيز، على عكس ما الناس متخيلة. فكرة الكوبريشن ساعات بتبقى أعلى منها بكتير جدا، وهي اللي بتعلي السيلف ديترمينيشن للأشخاص بشكل أقوى. لكن إحنا بس عندنا مفهوم خاطئ يمكن مزروع فينا من صغرنا، في حتة إن المنافسة هي أحسن حاجة تقدر تحفز، بسبب إنه التعليم مبني على الفكرة التنافسية دي. لكن الحقيقة إنه التعليم التعاوني أقوى بكتير جدا في الـ determination، وده بناء على إحصائيات كتير جدا ممكن أبعتها لكم بعد إن شاء الله بعد السيشن. فإن أنا أكون في مجموعة أنا حبيبها وأنا عايز أبقى جزء منها، ده بيعلي كمان التحفيز الداخلي إن شاء الله. أي أسئلة لحد دلوقتي؟ لو في أي أسئلة، في عندنا منى سعد بتسأل لو في مرجع يشرح كيفية طبق التعاون وحرية الاختيار للمتعلم. في مراجع بتدي أمثلة، يعني المرجع مش بيعلمك بالتفصيل إزاي تطبقي التعاون وحرية الاختيار، لكن في مراجع كتيرة بتدي أمثلة. أنا بتكلم طبعا من ناحية الجيميفيكيشن، لأنه في مراجع من دي في حتة التعليم طبعا، لكن أنا بتكلم من ناحية الجيميفيكيشن. في كتاب مهم جدا اسمه درايف، ده من أكتر الكتب اللي تتكلم في السايكولوجي من ناحية الجيميفيكيشن بطريقة ممتازة، وبيتكلم بالتفصيل وبطريقة سهلة جدا وسلسة جدا. إن شاء الله نبعته لكم بعد مش في الكتاب، يعني نبعت اسمه بعد السيشن. هنبعته لكم إن شاء الله، هنبعت لكم اسمه ورابط ليه
للي حابب يعرف عنه اكتر ان شاء الله. احنا بنتوجه بخلاص الشكر للدكتور احمد حسام على مشاركته معنا القيمه، ونشكر جميع حضور الكرام. يا ريت يا جماعه بعد اذن حضراتكم كل مره بننبه على حكايه ان احنا نشارك في حكايه التقييم الايفالويشن، فان شاء الله بمجرد ما حضراتكم هتبعتوا الايفالويشن او التقييم التسجيل بالايميل هبعت لكم البيانات اللي الدكتور احمد حسام هيبعتها. واي حد فيكم عاوز يشترك معانا في ايمرج افريكا، ده الجروب بتاعنا على الفيسبوك، احنا منتظرينكم على طول. في ايفنتات هتتعمل قريب باللغه الانجليزيه كمان، واي نشاط احنا بنعمله بننشره عندنا في الدرابيك بتاعها، وكمان قناه اليوتيوب عندنا عليها كل الفيديوهات السابقه اللي هي باللغه العربيه وباللغه الانجليزيه. وكمان احنا منتظرين يعني الناس تتابعونا عشان تشوفوا احدث الفيديوهات اللي احنا بنعملها. ودي كمان قناه التليجرام لو حد عاوز يشوف الابديت اي انفورميشن باللغه العربيه عندنا. احنا بنشكركم جميعا على حضوركم معانا، وبنشكر اهم حد ان احنا نشكر الدكتور احمد حسام على وجوده معانا وعلى استقطاع وقته. يعني كل الشكر وجزاك الله كل خير. الله يبارك في حضرتك. لو في اي سؤال من حد عاوز يسال سؤال او يبقى يتفضل يعرض السؤال بتاعه قبل ما نقفل الورشه ان شاء الله. دي كل الكونتاكتس الخاصه بالدكتور احمد. تمام، احنا بنشكرك يا دكتور احمد، وبنشكر جميع الحضور. بشكرك، وان شاء الله احنا نقفل السيشن. شكرا ليكم وشكرا لوجودكم معنا يا فندم. شكرا.